طريف الحدود تنحو كاع الحدود هذوما. 20 دينار منا مليحه، 170 دينار حبيبي بزاف. شكون راهم لي زالجي؟ شكون راهم لي زالجي؟ شوف يدلس، حط برقة، حط ويا حكمو شكون خير، تبرقة ولا دلس؟ مرحبا بك في تونس. قلت لي قبيله لي انت لقيت اشكاليه مع الاجراءات ومع صوم البي سي ار هكا ولا؟ وي حنا البي سي ار عندنا كي نجيو داخلين نديروه بحاجه قليله ب 20 دينار تونسي كيما تقولوا انتم، مي كي تجي رايح للبلاد للجزائر 170 دينار بزاف. هاد الاجراءات اللي ضرت السياحه في تونس، سلطات منا السلطات التونسيه نحو هاد الاجراءات. وكيما سقسينا في الكورونا كان يدير 20 دينار البي سي ار عندكم، كان رخيص، علاه زادو دوكا؟ فهمت هذا كومبلو ولا وشنو؟ دوكا بكري بكري رسالة للمسؤولين التوانسة، مسؤولين التوانسة نحو البي سي ار هذا ولا ديروا كش طاريف لي زالجيريا ولا السواح، طاريف تاع السواح 20 دينار ديال البي سي ار. البريود اللي فاتت توقعنا مليون سائح لكن في النتيجة ما لقيناش. ما كاش وين راهم لي زالجيريا؟ هاي ناقصة، ناقصين بزاف. بكري كي كنا نجو كان كومبرومو ثلاث سوايع في الحدود باش تدخل. الطاقم زيري اكثر من التوانسه ظهر. ايه دوك ما كاش، جينا دخلنا ديريكت، ما كاش، كاين غير شويه لي زاجون. شكون راهم لي زالجيري؟ سوم الفنادق واسوام خلينا نقولوا المواد اللي قاعد تستهلك فيها في تونس. نورمال، شنو زياده شويه، زادوا شويه. وكاين لي بروفيتي، ماشي كامل توانسه، كاين لي بروفيتي وكاين لي بروفيتي ويزيدوا سوم. يزيدوا سوم. احكي لي على موقف صار لك في المعابر الحدوديه. في المعابر؟ نورمال ما صرالي حتى موقف دزنا. صار التيست اللي صدمك. التيست ما زعفنا عليه. يعني. زعفنا. عباك 170 تونسية شحال تعيشي بها هنا؟ هنا الفندق 30 25 دينار لليلة. تما تعيشي به ثلاث أيام لهنا. 170 تونسي نريح في الجزائر، ما حنا عندنا سياحة في الجزائر. هاك ريحت في تونس. بومرداس منا نقول لهم التوانسة روحوا لبومرداس. إيه. بومرداس. تاع البارح توا ما خير بومرداس ولا سوسه؟ كاين وكاين. كيفاش كاين؟ عفايس في بومرداس ما عندكمش الا هنايا. شنو هما العفايس اللي في بومرداس؟ عندنا شط، عندنا ثلاثة لي بور وشط، كيفاش تقول، شط ساحلي طويل. حتى نحن عندنا في جهة تونس حلق الويد، المرسى، سيدي بوسعيد، مشيت لها هذاكم البلد. عندنا دلس، حنا هبال دلس. قلبي دلس، ديري في اليوتيوب دلس. هبال. مرحبا بكم، كيما انتم دلس عندنا الاطار. سيدي انا باش نجي كسائحه في الجزائر، وانت باش تعرفني بالجزائر، تو تعطيني البلايص. ايه دلس، زعما بومرداس راني نحكي غير على ولاية تاعي برك، الجزائر على بالك باللي قاره. ايه توريستي، احنا ولايه توريستي، فيها الشط، دلس غابه، جبل والبحر، فيها اقدم قصر. احنا تبرقه يعني، مشيت لتبرقه؟ تبرقه واش. خير من جبل. حتى تبرق مزيان. مليحه تبرق. خلاص باش ما يزعفوش قول لهم مليحه. تبرق خير. يا دلس هبال، عباك فيها واحد الحومه اثريه، القصبه تاع دلس. قديمه مكتا داروها القصبه تاع دلس. قديمه بزاف. مشيت لكرتاج انت؟ قرطاج. انا رايحين لها الغدوه ان شاء الله، غدوه قرطاج. تعرف الحضاره القرطاجيه؟ نعرف. يا وحنا عندنا شحال. شكون اشهر اسم في الحضاره الكرتاجيه؟ والله ما على بالي، دوك نروحوا نديكوفريو. حنا نسقسيو لتما. تعرف عليسه؟ شكون؟ عليسه. عليسه ما نعرفهاش، واش شكون؟ قصه الجلد الثور؟ ما نعرفهاش. واش حب يقول جلد الثور؟ هذه عليسه هي اسطوره يقولوا، الاصل مش هكا. عليسه جات من فينيقيا باش تسكن في بلاصه في تونس، اختارت او بالاحرى ارساو في كرتاج، وجات الاهالي البربريين ما رحبوش بها من الاول، لكن من بعد معناتها قالوا لها خذي مساحه صغيره، قالت لهم باش ناخذ مساحه جلد الثور، واخذت الجلد الثور هذاك وبدات تقص فيه خيوط 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 خيوط، للي تحلت مساحه كبيره وجات المساحه هذيك الكبيره بتاع كرتاج وظهرت اسطوره عليسه. انا نحكي لك وانت باش هنا. نقلب لك على دلس باش نوريك لي زيماج. دلس باهي. باش نوريك لي زيماج. هاي دلس، شوفي شحال شابه دلس. نوريك انا تبرقه مالها. شوف يدلس. ايش نوري بالكاميرا؟ دلس شابه دلس.
تعلمنا حكينا على البلايص. نكتب لك تبرق، اكتب تبرقاي. طابيرة قاطي تبرقة اللي دخلنا ليها الحدود. حط حط تبرقة حط هاك. شوف لي زي ماش يا صاحبي، شوف لي زي ماش. ملا شكون خير؟ الحق التونسية لازم شكون؟ اسمعني نوري للتوانسة في تبرقة هنا. يعرفوها تبرقة. مشيت تفرجوا الجزائرية والتوانسة ويحكموا شكون خير، تبرقة ولا دلس؟ لا لا شوفي شوفي باش نتفاهموا، باش نتفاهموا. أنتم عندكم السياح وتعرفوا السياح وشنو هو نحن. شوف شوف تبرقة أنت شوف. زيادة وهذوك لي بروفيتي وهذا ما كان. باش هي. يعطيكم الصحة وتونس والدار. احنا نفدلكوا نلعبوا توينزا والجزائرية خوا خوا. مرحبا بكم في تونس في كل وقت. سلطات سلطات نحونا البي سي ار هذا. شوفي نعطيكم حل، انا والله نعطيكم حل. يديروا طاريف في الحدود، يجيبوا شغل بوراتوار تماك طاريف تاع السياح 20 دينار منا مليحة. 170 دينار حبيبي بزاف بزاف بزاف. بزاف هذا ما كان ياك. الرئيس تاعكم جا للرئيس تاعنا وفراوها من يكملوا يفريوها ولا قدام تما داروا كومبلو باش يخدموا لي بوروطو. استنى الجزائري الرئيس الجزائري زاد يجي لتونس ويعمل زيارة تونس. انا دائما لهنايا يجي الرئيس تاعكم لعندنا غير كيما حتى الرئيس تاعكم زاد باش يجي يجي مرحبا به. بلاد وحده ينحوا كاع الحدود هذوما. نحو كاع الحدود وندخلوا ديرك خويا. فقط تبرقة خير. تبرقة خير. هو دلس خير. دلس هبال دلس. دلس هبال. عباك شحال عندنا شارط سياحيين حنايا؟ 1000 و200. نحن عندنا أشرطة سياحية سياحية مش. 1000 و200. واحد 8000. 4200. كاين الواحة. أكيد. الواحة حنايا الجزائر قارة. كاين الصحراء. كاين التل. كاين الساحل. الثلج تيك جداه بال، تيك جداه خو شريعه بال، تيك جداه بال. حنا انتم السياحه غير في الصيف، حنا السياحه كل ايام السنه. عندنا سياحه زاده صحراويه في الشتاء، عندنا سياحه زاده معناتها شتويه في عين دراهم كي تتعبى بالثلج. عندكم الثلج انتم؟ صح ثلج. عندنا شريعه وتيك جداه بال خو هبال. دراهم وتبرقة كي تعبى بالثلج شي هبيل راه وباجه زي. حنا عندنا شو عندنا بروبليم برك مازال ما عندنا نظمناه روحنا انا ماك. ما سياحه بزاف. انت في هذا الكل وين مريح؟ انت وين مريح تو؟ انا وين نروح ندير قسطويا؟ لا 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 انت تو وين؟ وين نروح ندير قسطويا انا؟ انت على الاراضي أنا التونسيه. انا كون يدوني الغوانتانامو ندير قسطو. انت تو وين؟ انت تو الراحه هذه وين؟ انت تخدمها وحدك خو. ما خيرت تونس. لا لا تونس مليحه. تونس تونس مليحه اكيد مليحه مليحه. بصح شوف يا اخو من الاخر كون عندك العض تعيش وين حبيت هذه هي. نختموا بالكلمه هذه. هيا تهلاو خاوتي وتونس والجزائر خاوه خاوه نحونا البي سي ار.